بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. اولى فقراتنا الحواريه النهارده في الاهلي الليله فقره حواريه مميزه جدا، لان معاه واحد من نجوم كره القدم المصريه ونجوم النادي الاهلي والمنتخب المصري، مهاجم فريد جدا ومهاجم فاز، والنهارده كانت فيه مباراه للمنتخب المصري. لما بقى عندنا ضيف بقى كروي وتقيل ونتكلم في الكوره بتبقى حلقه حلوه. كابتن علاء ابراهيم مشرفنا ومنورنا يا كابتن. اهلا ايهاب، سعيد صديقي العزيز طبعا، واهلا بيك واهلا بجمهور النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن. مباراه مهمه للمنتخب المصري، قدر يصل لبطوله افريقيا 2019 في الكاميرون. اجيري ماشي بشكل كويس، كلام كتير جدا بتقال على الجهاز الفني، لكن بالارقام ثلاث مباريات سواء كانت مباراه نيجر سداسيه سواتيني او سوازيلاند، المباراه الاولى 4 اهداف، في مباراه النهارده 2، فالمنتخب ماشي بشكل كويس وفي تحديث ولاعيبه جديده، فاعتقد ان الشكل العام للمنتخب المصري مميز يا كابتن. يعني بدايه مش عايزين احنا يعني نبالغ في الفرحه قوي، لان ده الطبيعي بتاع منتخب مصر ان هو يوصل طبعا يعني كاس امم النهائيات. احنا دايما يا بنحقق البطوله يا بنوصل للمباراه النهائيه، فده الطبيعي بتاع منتخب مصر. الحقيقه في وجهه نظري احنا يعني بدري قوي عشان نحكم على مستر اجيري والجهاز الفني الجديد بقياده مستر اجيري وكابتن هاني رمزي، لان الحقيقه الثلاث مباريات مش هم الثلاث مباريات اللي احنا نقدر على نحكم على منتخب مصر او على البصمه بتاع مستر اجيري. يعني واضح ان في يعني نزعه هجوميه احنا كنا مفتقدينها الفتره اللي كان فيها مستر كوبر. الحقيقه كان بيلعب كل الماتشات بطريقه واحده يا كابتن، يعني ما يعني مستر كوبر يعني طريقته كان مختلفه شويه عن الكره المصريه شويه. احنا بنحب الكره كويسه، يعني حتى احنا لما بنحب لما بنخسر حتى بنخسر واحنا مأديين بشكل كويس وبنهاجم وبنضيع، لكن مستر كوبر كان يعني عنده الراجل فلسفه ونحترمه لانه ليه وجهه نظر، مدرب ليه وجهه نظر وليه طريقه لعب. وبالارقام ارقامه مع المنتخب مميزه، هيذكروا التاريخ انه اهلنا كاس العالم ووصل بعد غياب بطوله افريقيا ووصل فاينل افريقيا بالظبط. لكن هو ليه طريقته وليه اسلوبه واحنا نحترمه. مستر اجيري واضح ان في تغير شويه ملموس لطريقه اللعب مع مستر اجيري في الناحيه الهجوميه، لكن الحقيقه الثلاث مباريات احنا ما نقدرش نحكم على لا شغل مستر اجيري ولا على شكل منتخب مصر، لان ثلاث مباريات يعني في المتناول. النيجر فرقه برضو يعني على قدها، سواتينيا او سوازيلاند الحقيقه ماتش ثلاث يعني النيجر المنتخب التونسي بيكسبها على الارض 1-0 بالعافيه، وبيكسبها في بلد يعني في على ارضها 1 برضه بالعافيه، فبرضه وانت بتكسب يعني سداسيه، ويعني ان كان الفريق بيبقى قليل فنان شويه، لكن ممكن تشوف فيه حاجه، تشوف فيه شكل في التشكيل، تشوف فيه اداء هجومي اكتر، تشوف فيه غزاره اهداف، هل ده برضه بقى هي يعني احنا مش هنقدر نحكم، لان كل مباراه طبعا لها ظروف. يعني النيجر قدامنا كان لها ظروف، احنا برضو لما جبنا جون بدري الدنيا اختلفت خالص. احنا برضو الجمهور مدي حافز كبير جدا. مستر اجيري برضو اول مباراه ليه بالنسبه للنيجر، عايز يقول للناس وخطط لعبه وشكل واضح ان الراجل ليه بصمه بس مش واضحه، ما نقدرش نقيم عليه منتخبنا، لان الحقيقه ان عندنا برضو شويه مشاكل نقدر ان شاء الله نتلافاها بعد كده. انا في وجهه نظري الاختيارات برضو بتاعت مستر اجيري عليها علامات استفهام كتيره، في لعيبه برضو ما بتشاركش في انديتها وبياخدها وبتلعب اساسي، الحقيقه برضو عليها علامات استفهام. في طبعا اكيد في لعيبه جديده زي احمد علي كان الحقيقه مش محظوظ اصابه، طبعا مصاب، لا لعيب يستحق ان هو مضموه بالفعل بس الاصابه بالظبط يستحق. حسين الشحات النهارده بنشوفه، احنا محتاجين ان احنا نشوف يعني الوجوه الجديده دي، خصوصا انا في وجهه نظري ان المنتخب ومدير الفني المنتخب عنده قماشه عريضه جدا ومش مرتبط ب يعني مش بلاعب بالظبط، مش مرتبط كمان بشكل اساسي، لان هو في الفتره دي في الماتش مثلا بتاع سوازيلاند بياخد افضل العناصر في الفتره دي. اكيد في الفتره دي اكيد هنلاقي ناس بزغت زي مثلا احمد علي لما ماشي كويس الفتره دي لازم يبقى موجود ولازم يبقى ليه تواجد ولازم ياخد فرصته. الحقيقه فانا في وجهه نظري ان كان لازم مستر اجيري يبقى عنده الفلسفه دي، اعتقد يعني على مضض شويه. انا شايف ان برضو في يعني شويه الاعلام برضو حته توازنات بين الانديه، الحقيقه مش عايز اشوف الحاجات دي، احنا يهمنا مصلحه المنتخب مصلحه بلدنا مصلحه يعني مصر. انت حاسس ان اختيارات المنتخب حتى الان فيها بعض من المجاملات؟ اه طبعا فيها حاجات، طبعا فيها حاجات يعني في توازنات بين انديه فيها
واضح ان في لعيبه مش عايز اقول مقتنع بيها، لكن في لعيبه ما بتشاركش في انديتها واللي هم اساسيين برضو، ده علامات استفهام. يعني مش عايز اقول على اسماء طبعا عشان ما احرجش حد يعني، وخلي بالك وعندنا ومن النادي الاهلي يعني مع احترامي الشديد لمنور محسن، منور محسن ما بيشاركش في النادي الاهلي كويس، بيهدف مع المنتخب. لا مش بيهدف، بيبدا بيلعب مع المنتخب عشان يروح المنتخب في الفتره دي، اعتقد يعني علامات استفهام يعني صلاح محسن ولا مروان الفتره دي. ما هو صلاح كان مصاب معلش، بس كان اختياراته مع 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 يعني حتى صلاح لا راح مع المنتخب الاولمبي طبعا، ولا راح مع المنتخب الاول. في لعيبه برضه بتلعب في انديتها ما خدهاش يعني، لكن مروان ما شاركش مع النادي الاهلي، يا اصابه يا احتياطي، ولما بيشارك بيشارك صلاح محسن بديل لكن ما بيشاركش اساسي. ازارو بيشارك الحقيقه يحسب لمستر الجيري علي غزال. انا شايف ان علي غزال يعني ممكن اختلف مع بعض الناس، انا شايفه في حته الهاف ديفندر دي الحقيقه بيعملها بشكل كويس قوي، تحركاته يعني خصوصا وهو مش معاه كوره جامده جدا الحقيقه. يعني انا معجب بطريقته بطريقه غريبه جدا. علي غزال كويس الفتره اللي فيها مع كابتن شوقي، لعب مساك ربما تكون مساك. دي لا كانش هو مركزه، هو ما كانش برضه لسه تقل اعتقد في الـ في الـ في, الـ في الـ احنا بنتكلم في كام 4-5 سنين مثلا بالظبط، اعتقد اللعب كتير والاحتراف اعتقد فرق معاه كتير جدا، وجوده قبل كده فرق معاه برضه، اتعلم من الاخطاء اللي كانت اتعلم طبعا. مكانه الديفندر يعني ماتش السواتيني اللي فات الحقيقه اي مساك او اي باك بيطلع بتلاقي اوتوماتيك كده تحركاته غريبه جدا الحقيقه، مميزه جدا، احساسه حلو في الملعب، بينزل تحتيها بشكل كويس، كورته سليمه، بيعرف يغطي قوي. لا الحقيقه انا اعتقد في وجهه نظر ان مكاسب المنتخب الفتره دي علي غزال. تمام، اعترضت على مروان محسن وقلت انت شايف ان يعني علامات استفهام على ضمه في الوقت ان المهاجمين اللي موجودين في الدوري المصري احمد علي انضم بقى كان مصاب وخرج، ربما يكون الجهاز الفني شايف انه التكوين او خبرات مروان وراجل جاي من كاس العالم يستحق انك تحافظ عليه في الفتره الجايه. يعني هي بتبقى طبعا قناعات، اكيد هو مقتنع بامكانياته، شايف ان هو بينفذ له اللي هو عايزه، وده حاجه طبعا ما يعني ما فيهاش جدال، لكن انا بتكلم ان القماشه بتاعت المنتخب قماشه عريضه يعني. أنا نرجو النهارده كوكا ايه رايك فيه؟ في المنتخب؟ في مروان نفسه؟ كوكا احمد حسن كوكا والله كوكا الحقيقه الدوري اليوناني هو في اليونان دلوقتي، مش كده؟ انا مش متابع فيه، ما بيذاعش طبعا على القنوات. لا على ادائه يعني الفتره اللي نزلها والاداء. بص هو يعني انا ككوكا لعيب كويس، لكن منتخب مصر لا محتاجين حد يعني. انت مهاجم وشايف ان هجوم منتخب مصر كده يعني مش فايق. يا نفسي بصراحه صح كده، نفسي اشوف عمرو زكي، نفسي اشوف عماد متعب، يعني نفسي اشوف حسام حسن، نفسي كابتن علاء ابراهيم يعني يعني منتخب مش قوي، لكن اقدر اقول لك الثلاث اسماء عماد متعب عمرو زكي كابتن حسام حسن، لا محتاجين الحقيقه في عوده بالشكل ده. طب دي مواهب يا كابتن، يعني الجهاز الفني يجيبهم منين؟ معلش بس انت عندك برضو لعيبه رشح يا كابتن، يعني انت اقول في الدوري المصري في فلان زي متعب زي عمرو زكي زي حسام حسن مع انا في وجهه نظري ان عمرو مرعي الحقيقه لازم ياخد فرصه. عمرو مرعي متابعه مختلف. في الدوري التونسي طبعا، ولسه بيجيب اجوان، ويمكن الاسبوع اللي هداف الدوري هنا طبعا يعني اعتقد يعني امتى خد فرصه مع كوبر؟ مع كوبر احنا دلوقتي مع مين؟ معلش بقى كوبر اكيد هم هيشوفوه، بس انت شايف ان ده واحد ماشي، واحد من الناس كويس. اللي هي ممكن تابع عمرو مرعي. مين تاني؟ عمرو مرعي طبعا، احمد علي برضو الفتره اللي هياخدوه اكيد، لان هم عينهم عليه شايف يعني الحياه كده يعني معظم، يمكن انا مش محضر دلوقتي الفراوده كلهم يعني انك فرود وجاي مركز على الحته دي مش متابع قوي يعني للفراوده قوي، لكن ندره فعلا يا كابتن في الفراوده مش دلوقتي بس، احنا منتخب مصر بنلاقيش فرود نلعب بيه في الفتره اللي فاتت، في حته نظره الهجوم دي شايفها ازاي؟ والله مش عارف، دي مشكله كبيره يعني، حتى لما في النادي الاهلي لما اجي ابص على الدكه او هجوم النادي الاهلي بلاقي مثلا ازارو، صلاح محسن برده لسه صغير، مروان محسن اصاباته كتير وبرده بيبعد، ادي ثلاثه اللي هم اللي بعديهم برده احمد ياسر ريان. الحقيقه انا كنت بلعب في الاهلي لا يعني كان حسام حسن، كان علي ماهر، كان كشري، كان محمد فاروق، كان احمد بلال، كان اسامه حسني، وكان لسه عماد كمان كان طالع، يعني الحقيقه كانت يعني مشكله كبيره جدا طبعا. ولو عديت في الفرق الثانيه كان في مين كانت مليانه برضه، فهي طبعا كان في مواهب. لو الزمالك هنقول عبد الحليم علي، هنقول حميد بسيوني، لا هنقول ناس كتير، وليه صلاح عبد اللطيف، ابو جريشه في الاسماعيلي، يعني ابو جريشه طبعا. ففي في كل فرقه كان فيه، لكن هو واضح ان في ندره في هذا المركز، هو يعني في الفرود ده الموهوب
فيرود الهداف ده، فيرود الصندوق ما عادش موجود، ولا طرق الكوره والاعتماد على الثلاثه اللي جايين من تحت، وان احنا ماشيين مع الكوره العالميه وهناك في مواصفات ثانيه واحنا بنطبق، هل العاملين مع بعض ولا هو عامل واحد ان المواهب قلت؟ لا، هي الموهبه قلت في التهديف، دي حقيقه. يعني المهاجم يعني حتى لو انت بصيت على اوروبا وعلى العالم وعلى العالم كله، هتلاقي مثلا يعني خمس ست فرق اللي هتطلعهم، كافاني يعني شويه، سواريز انا ما اعتقدش نيمار فرد، ما بصنفوش فرد يعني، ولا رونالدو كمان فرد، ولا ميسي فرد. ادي في اتنين فراوده يعني، ساديو ماني برضو تتكلم على الاسترايكر الصريح الفريق الصندوق يعني، كافاني يعني تقدر تقول حد زي كافاني كده مثلا، بدماغه ماشي، برجله ماشي بالظبط. حاجه محتاجين حد كده في في, في في مصر يعني. بص يعني مش حاسس ان احنا، يمكن قريت من فتره كده ان في هيعملوا حاجه زي المواهب ويصقلوها مع المدربين. سمعت كان احمد حسام ميدو تقريبا هو اللي هيبقى ماسك الموضوع ده. دي حاجه مهمه جدا، احنا محتاجين حاجه زي كده، مواهب وتقدر تعيش كويس في جو كويس. اعتقد ممكن تختلف في الكره المصريه، لان واضح ان الانديه عايزه تجهز. يعني النادي الاهلي بقيمه النادي الاهلي، بنشين النادي الاهلي، بقطاع نشين النادي الاهلي كله، بيشتري لعيب زي صلاح محسن بكام مليون وناشئ يعني برضه. لا، موهبه كبير. لا طبعا، لعيب. انا خلي بالك انا من الناس اللي مقتنع بيها جدا صلاح محسن، وعايز اقول لك ان هو اللي تحس انه برضه مهاجم صندوق. طبعا يعني لما بيروح في الصندوق لعيب كويس، تحس انه مهاجم صندوق. يمكن احنا لسه بنتكلم من شويه على علي غزال، قلنا علي غزال تحركاته الفتره دلوقتي عالي قوي، ده حقيقه مظبوط. الفتره اللي فاتت لا، صلاح محسن مش هنحكم عليه دلوقتي كمان. يعني شوف انه المره دي بيحضر وبيلعب منتخب ونادي اهلي اساسي ما شاء الله، لكن صلاح محسن لسه جاي ان شاء الله. عليه برضه انه يستغل ويثبت نفسه اكتر. طبعا طبعا، لا النادي الاهلي الحقيقه انا شايف فيه يعني كذا لاعب الحقيقه في وجهه نظري هيبقوا نواه للناس اللي موجوده. يعني شايف اكرم توفيق، شايف احمد ياسر ريان، شايف صلاح محسن، الحقيقه كل اللعيبه دي، ناصر ماهر من اللعيبه الهائله جدا الهائله جدا. اتمنى انه دماغه تتعدل شويه عشان ربنا يكرمه، ان الولد ده فعلا لعيب كويس، لعيب كويس جدا، ومحتاجينه النادي الاهلي، محتاجه النادي الاهلي ومحتاجه مصر كمان، منتخب مصر محتاج نوعيه ناصر ماهر. ان شاء الله هيأدوا بشكل كويس جدا، لكن زي ما بنتكلم ان في ندره من المواهب، يبدو ان الفتره الجايه في مواهب كتير. بنتكلم في كل لعيبه اللي انت اتكلمت عليها، لعيبه صغيره في السن ومراكزها مختلفه، على الرغم ان احنا كنا بنقول ان الكره المصريه ما فيهاش مواهب الفتره اللي فاتت، وركزنا معاك على الفيرود او الاسترايكر الصريح او المهاجم، لكن لما كنت تيجي تبص برضو الفتره اللي فاتت على الديفندرات ما تلاقيش، تبص على حراسه المرمى. يعني المنتخب لعب في كاس العالم، كان الحضر رايح بطوله افريقيا اساسي، وبعد كده الشناوي جه من ورا وقف، فالامور برضو تحس ان الدوري لم ينتج الفتره اللي فاتت الموهبه الكبيره اللي احنا شايفينها بعد صلاح والنني وتجربه احتراف مميزه جدا خارج مصر. ما فيش المواهب الثقيله في الكره المصريه اللي تقدر تشاور على حد تقول اهو ده يقدر يسد او يلعب في فرقه كبيره او يلعب بره مصر. دي حقيقه طبعا، احنا حتى الناس المحترفه عندنا بقى عندهم مشاكل. يعني رمضان صبحي للاسف ما بيشاركش، مصاب يعني، يعني خلاص ثلاث شهور اصابه، ما ادكش اللي هو يعني برضو يعني ما ادناش برضو القوه. يعني بنامل في تريزيجيه مثلا ان هو يعمل لنا طفره، ماشي بشكل كويس. نامل ان احنا انه يعمل لنا طفره. احنا طموحنا في تريزيجيه ان هو يلعب في نادي اكبر من كده كمان. انني يعني بنتمنى ان هو يشارك بشكل اساسي على طول مع الارسنال. طبعا صلاح انا عارف الفتره دي فتره صعبه عليه، ان شاء الله يعديها باذن الله ويقدر يرجع لمستواه اللي احنا. انا واحد من الناس وانا بتفرج على صلاح سعيد جدا لما بتفرج على الدوري الانجليزي. السنين اللي قبل اللي فاتت كنت انا من الناس المتابعه من الدوري الانجليزي، كنت بتفرج على عادي ماليش هدف. دلوقتي بستنى ماتش ليفربول وبستنى صلاح، دوري ابطال اوروبا بستنى صلاح. لا الحقيقه عمل لنا حاله جميله جدا، محتاجين كلنا نحافظ عليه ان شاء الله ويقدر يرجع لسابق عهده ان شاء الله. حاله كويسه. هتكلم معاك في كذا حاجه، هتكلم معاك وانت مهاجم اكيد جالك وقت كان عندك فيه عقم تهديفي، كل المهاجمين بيجي لها ده، جزء اتكلم فيه. صلاح نفسه بقى اللي انت بتشيد بيه، اصابته مع المنتخب، هينزل التدريبات في ليفربول يوم الخميس، يوم السبت في ماتش امام هيدرسفيلد، قدامه رمضان صبح، هيبقى رمضان راجع من الاصابه بعد ثلاث شهور غياب وجود محمد صلاح. قول لي بقى، المهاجم اللي بيتعرض لوقت زي ده او لموقف زي ده وانتقادات كتيره لعدم التهديف وده حصل لك، المفروض اللاعب يعمل ايه في التوقيت ده؟
يعني شوف، هو انا في وجهه نظري ان الفتره اللي هيجي فيها ماتش منتخب مصر دي افضل فتره لصلاح تعمل له يعني ريفرش زي ما بيقولوا، ريفرش فعلا، لان لازم يشوف الفرحه زي ما انا بتكلم كده بقول ان انا فعلا يعني كانت امنياتي وانا بتفرج على الدوري الانجليزي زمان مش لاقي لعيب مصري، دلوقتي بستنى ماتشات ليفربول. كان محتاج صلاح ان يجي يشوف الفرحه ان هو ما بيمثلش نفسه. لازم محمد صلاح يفهم ان ما بيمثلش نفسه، لا ده محمد صلاح بيمثل مش مصر كمان، الدول العربيه كلها فعلا كل الناس بتستناه. فكان محتاج الدفعه المعنويه في بتاعه المنتخب دي الحقيقه الماتش اللي جه. اعتقد اتغيره عدد من الدول العربيه ما رشحوش طبعا لجائزه افضل لاعب كباتن فرق ومدربين، ودي كانت حاجه طبعا مخزله جدا. يعني مش هقدر اتكلم في الـ في الـ في الحته دي، لان طبعا يعني هي بتبقى سياسيه اكتر منها رياضيه، يعني اعتقد في وجهه نظري يعني. فمش هقدر اتكلم في النقطه دي، يعني مش عايزين نزود الاحتقار اكتر من كده. يعني بنشكر الناس اللي ادته صوتها، ونقول للناس اللي هم ما ادوش ان شاء الله يعني محتاجينهم معانا في ايد واحده، محتاجين العرب كلها تبقى في ايد واحده نتجمع. احنا يمكن الفتره اللي فاتت بعد ما كاس العالم الحقيقه وماتش السعوديه والتصرف اللي عمله محمد صلاح والكلام التصريح بعد الهدف اللي قاله، محتاجين احنا كلنا كنا متجمعين على على على, على شخص واحد، على محمد صلاح. ما قالش حاجه بعد الهدف، مش كل ما يكتب، انت عارف الكابتن بيبقى حاجات بيكتبوا حاجات كتير. لكن غياب محمد صلاح النهارده عن مباراه اسواتيني، هل شفته بالتاثير الكبير ولا لان المنافس متواضع ما ظهرش قوه غياب محمد صلاح؟ هو المنافس طبعا زي ما انا قلت لحضرتك، المنافس نايجر واسواتيني او سويسرلاند، منافس متواضع الحقيقه. ما كناش محتاجين محمد صلاح بالشكل اللي هو، لكن احنا محتاجين محمد صلاح في تصفيات كاس العالم، محتاجينه في تصفيات افريقيا، لا مهم جدا. محمد صلاح طبعا من اللعيبه اللي تصنع الفارق الحقيقه، بيصنع الفرق في ليفربول، مش هيصنع الفرق في منتخب مصر. لا الحقيقه احنا محتاجين محمد صلاح بشكل كويس، بس محتاجين محمد صلاح بتاع الموسم الماضي مش بتاع الموسم ده. طب محمد صلاح بتاع الموسم الماضي، بدايه الموسم الماضي ما كانش صلاح في زهوته الكبيره دي، ما كانش افضل لاعب في الدوري الانجليزي، ما كانش هداف الدوري الانجليزي. اكيد اللعب على صلاح نفسه والفرق قدام صلاح بتختلف الامور من السنه اللي فاتت للسنه دي، وده من ضمن الضغوط اللي على صلاح. لا احنا مش عايزين نقول كده. طب ما احنا لو بصينا وقلنا ميسي قديله 10 15 سنه مثلا ولا 12 سنه مستوى واحد كويس، بس طلعت ميسي لما ميسي بقى مثلا في المستوى ده هو قدر يحافظ على ده وعدى الضغوط. صلاح الموسم اللي فات ما كانش هداف الدوري الانجليزي، ما كانش افضل لاعب في الدوري الانجليزي، اما يلعب قدام الفرق ما كانش عليه الرقابه الكبيره. ربما يكون دي 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 دي, دي مشكله، مش عايز اقول مشكله اللاعب المصري. احنا للاسف اللاعب المصري يعني بيريح شويه، لكن احنا لا. يعني مثلا رونالدو بيطرد في مباراه اوروبا مع يوفنتوس وبيبكي، احسن لاعب في العالم. ميسي بياخد الظلم، معلش يعني لا مش بالظلم، هو لو مش فارقه معاه ما عادي ما. لا يعني ما دي ضغوط عليه، دي ضغوط. لكن ميسي او رونالدو قبل كده كان بياخدوا الكره الذهبيه وبتلاقيه بالسنه الثانيه 10 سنين متقاسمين بالظبط كده. طب لو دول لو في ضغوط اكتر من هو احسن لاعب في العالم، في اكتر ضغط كده، والسنه الثانيه تلاقيه برضو احسن ناس احسن لاعب في العالم. احنا محتاجين الثقافه دي. ايه ده بقى كابتن؟ بيحتاج ايه عشان النجم يحافظ على المستوى ده؟ يعني محتاجين يعني لا يعني محتاجين حاجات كثيره جدا. يعني محتاجين محمد صلاح يبقى نفس النوعيه دي ان شاء الله، يكون نفس النوعيه وعنده القدرات، ودايما املنا فيه كبير جدا. حسين الشحات اقترن النهارده بمحمد صلاح، وربما البعض شافه مكان صلاح. اي لاعب هيلعب في الملعب في بوزيشن صلاح او في مركز صلاح انا حطيت عليه حمل كبير جدا. طبعا شوف احنا مش عايزين نقيم اي لعيب يلعب مكان صلاح نقول ده محمد صلاح، لان محمد صلاح واحد بس مش هيتكرر تاني. زي مهاجمين جت على في تاريخ الكره المصريه ما ينفعش نقارنهم، زي كابتن حسام حسن ما ينفعش، كابتن محمود الخطيب ما ينفعش، ان احنا نقارن نقول فلان مكان فلان، ما لا لا ما ينفعش خالص. لكن محمد صلاح اسلوب واداء وشكل وطريقه وحب للناس، خلاص الموضوع منتهي خالص. يمكن اللي مميز كمان محمد صلاح ان هو مش مرتبط بنادي في مصر، ودي حاجه مهمه جدا. يعني ان هو لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا مصري، يعني الناس لا الناس كلها يعني لكن حسين الشحات ممكن يبقى ليه ميول، وكنت اتمنى ان هو يكون ان شاء الله يعني نصيب النادي الاهلي، زي ما انا قريت وسمعت ان هو في النادي الاهلي داخل في مفاوضات معاه. هي اللعيبه المميزين جدا، واللعيب ان شاء الله هيبقى مؤثر. اللعيب ده محتاج فرقه كبيره يظهر فيها الحقيقه. حابب تقول اي حاجه في المنتخب قبل ما اقفل صفحته بقى اروح لماتش وفاق سطيف؟ لو انت عندك اي كلام يعني محتاج بس ان انا اقول للجهاز الفني، يعني عايزين نبعد بس نفسنا عن
الحب والكرة، عايزين الاختيارات تكون يعني اكيد مش هترضي الانديه كلها. انت وانت لعيب اتعرضت للحب والكرة وشفت ان الاختيارات وقتها حد ظلمك، في حد طبعًا ظلمك؟ طبعا انا كنت هداف دوري مصري، وكنت اكتر لعيب لعب اساسي في فريقته، واخر لعيب من المهاجمين اللي جاب اجوان في فريقته ولعب اساسي، ورحت المنتخب ما شاركتش، ولعيبه تاني ما كانش بتلعب في انديتها ولعبت. الجهاز الفني مين اللي ظلمك؟ مش عارفين، بس انا عارف انت. كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته ظلمك. بطوله عربيه. ما اتكلمتش معاه يعني؟ ما اتكلمتش معاه برضه؟ قلت له يا كابتن انا استحق المشاركه. يعني كابتن حسن بالنسبه لي اب، يعني شوف انا بتكلم عليه ازاي، لكن هو بالنسبه لي انا اب. كابتن حسن يعني كانت يمكن بدايه نجاحاته كان في نادي المنيا، كنت انا معاه في السنه اللي احنا صعدنا فيها دوري ممتاز، وكانت فتحه خير عليا يعني، الدنيا مشيت. وانا بعدها سنه رحت جيت النادي الاهلي، يعني كانت فتحه عارفك خير. يعني كويس قوي. اه بالظبط. فانا من الناس من الشخصيات اللي انا بحبه جدا في الحياه، يعني ما اتكلمتش معاه يمكن بعد البطوله، اتكلمت معاه يمكن الاول كنت يعني لسه صغير بقى وشادد وبتاع، وكنت زعلان بقى وبتاع والكلام ده، لكن بعد ما هديت بقى وبطلنا لقينا الدنيا لا فعلا ممكن يكون يعني. لا لما اتكلمت معاه قال لك ايه كابتن حسن؟ لا هو ما يعني اسمهاش تبرير يعني. انا ما اتكلمتش معاه لان ما حبيتش احرجه الحقيقه، لان في الوقت ده انت كنت شايف انك افضل من اللي شارك اساسي؟ لا هي مش مساله ان انا افضل لكن لازم اشارك، ده الوحيد اللي ما شاركتش. ربما يكون الجهاز الفني له رؤيه ثانيه، شايف ان الفرقه دي المهاجم اللي بيلعب عنده مواصفات تختلف ربما في طريقه اللعب اللي هو حاطط. ربما أنا, انا 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 انت بتضحك، لكن هي ربما هو كان في لعيبه مهاجمين كان مختارهم كابتن حسن في انديه كمان اقل من بتروجيت، وما كانتش بتلعب اساسيه بشكل اساسي في فرقتهم، وما كانوش هدافين دوري وشاركوا. لا هو يعني عشان كده بقول لحضرتك انا ما اقعدش ان انا اقول له ليه استفسر منه او كده، لان الموضوع مش محتاج تفسير طبعا يعني. الموضوع يعني حقيقه واضحه للجميع الحقيقه، فما كانش يعني محتاج يعني استفسار يعني. نروح للاهلي وفاق سطيف، مباراه مهمه جدا، مباراه قدامها اسبوع يوم 23. النادي الاهلي ادى اداء كويس هنا، كان ممكن يزود النتيجه 2-0 مقلقه يعني، مش مقلقه اللي هي ان شاء الله الاهلي عنده قدرات كبيره جدا، لكن المباراه وديه النهارده امام المصريه للاتصالات. ان الاهلي بيكسب بسداسيه، بيجرب كل اللعيبه، احمد فتحي بيشارك، وليد سليمان بيشارك، السوليه، حسام عاشور، كل اللعيبه، صلاح محسن، فبالتالي كل اللعيبه بتشارك طبعا باستثناء طبعا اجاييه عنده الاصابه طويله، علي معلول، ولكن حتى ربيعه وكل الناس بتشارك النهارده. يعني لو بصينا للمباراة وفاق الصيف، الحقيقة أعتقد إن إحنا في السنتين ثلاثة الأخير أهم مباراة. هتقولي طب ما إحنا السنة اللي فاتت كنا برضو بطولة أفريقية، أقول لك إما عشان السنة اللي فاتت أخفقنا فيها، فالسنة دي مهمة جدا. لا مباراة مهمة جدا لينا إحنا كأهلاوية كمان بال 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 بالأخص. احنا محتاجين ان احنا نحقق البطوله السنه دي الحقيقه، عطشانين ليها يعني، وحشتنا الحقيقه. انت لعبت الماتشات الثقيله دي لما يبقى الاهلي بيلعب في الجزائر وفاق سطيف وكسبان هنا 2-0 وقبل نهائي افريقيا، ضغوط كبيره جدا، شايف الاهلي ازاي يتعامل في هذه المباراه؟ مستر يعني كالتيرون مش هيبقى اصعب من ان احنا كنا هنا في القاهره بنلعب الترجي وتعادلنا 0-0 ورحنا هناك تعادلنا 1-1 وصعدنا، كان مباراه برضو قبل نهائي. الاهلي برضو في كذا مباراه الحقيقه في النهايه قدام الترجي برضه كنت محتاج تكسب وكسب ملعب الترجي وكسبنا، لكن هو المباراه باللي انا شفته المباراه الاولانيه، لا ان شاء الله المباراه يعني في المتناول ان احنا ممكن نكسب كمان ونحقق. احنا عندنا افضليه هدفين مش عايزين ان احنا يعني نعتمد عليهم، لان المباراه في مباراه في الجزائر وخصوصا وفاق الصيف في سطيف الحقيقه معركه شرسه، لعيبه هنبقى مختلفين عن المباراه الاولى، لكن اعتقد ان شاء الله احنا عندنا لعيبه تصنع الفارق، ممكن سهل جدا ان احنا نحرز هدف، واعتقد ان احنا لو نزلنا بثقافه ان احنا ننزل نحرز هدف الموضوع هيخلص. لكن لو خفنا بقى واعتمدنا على الهدفين اللي احنا يعني سجلناهم، مستر كالتيرون محتاج يقول لعيبته احنا ما كسبناش، احنا طالعين متعادلين هنا في القاهره، وبالتالي احنا كمان عندنا لعيبه تصنع، عندنا ازارو ما شاء الله ماشي كويس، وليد سليمان ما شاء الله، صلاح محسن، حسام عاشور ان شاء الله يرجع بالسلامه ان شاء الله، لعب حسام عاشور بالظبط النهارده حاجه كويسه، والسوليه برده محتاجين السوليه في نص الملعب الحقيقه، سعد سمير شارك النهارده طبعا، سعد لا محتاجين كل القوام يعني. انا بقول لحضرتك احنا المباراه فعلا وحشانا، البطوله وحشتنا احنا كاهلاويه، محتاجين ان احنا نحققها،
فدي مهمه جدا يعني. يمكن انا بقول لك الكلام ده وانا لعيب سابق في النادي الاهلي ومر عليا مباريات قبل كده قبل نهائي ونهائي. لا احنا فعلا انا كاهلاوي لا وحشتنا البطوله الافريقيه, خصوصا ان حتى في مباراه الدوري مباراه الاتحاد اللي احنا خسرناها والله ما كنت مزعلت. انا كنت طبعا بتمنى ان احنا نكسب والحد وكده, لكن ما زعلتش, قلت لا اهم حاجه البطوله الافريقيه لان مباراه الدوري ممكن تداركها. او ساعات بتبقى نقطه تصحيح. لا هو مش تصحيح بس هو طبيعي وارد جدا ان انت يحصل لك دي اوف في بطوله بالظبط والحمد لله يعني. يمكن انا قلت والله الحمد لله ان دي الاوف ده جه في مباراه الدوري وانت الحمد لله ان شاء الله يعني قادر تعوض بالظبط لكن ما جاش مثلا واحنا قدامه فخ الصيف كان الموضوع هيبقى صعب جدا يعني. لو لا قدر الله كنا تعادلنا هنا او لا قدر الله دخل فينا حاجه كان الموضوع هيبقى صعب جدا. لكن الحمد لله احنا يعني نتدارك ان شاء الله ونقدر نركز في البطوله ونحققها باذن الله. شناوي امام اسواتيني كان ظاهر بشكل كويس النهارده, جات له كام كوره كده مبغته يعني, النهارده كان بيأدي بشكل كويس, كان مركز برضه, حراسه المرمى عليها دور كبير جدا مع النادي الاهلي. يعني الشناوي طبعا من الحراس المميزين, الحراس اللي هم الحقيقه يعني مستواهم في ارتفاع الحقيقه. المباراه النهارده يعني كانت معظمها كلها كور عاليه ودي ميزه الشناوي يعني, هو مميز الحقيقه في الحاجات العاليه, الحاجات اللي تحت دي بيبقى عنده يعني شويه ضربات شويه. ان شاء الله نرجو ان في مباراه وفاق الصيف ما نشوفش الحاجات دي, لكن هو جون خد الثقه خلاص, لعب كاس عالم ونادي الاهلي الاول يعني عشان تحرس نادي الاهلي وتبقى رقم واحد حاجه كبيره جدا, حاجه كبيره جدا. لما يلعب الشناوي ويقعد لاعب بقيمه واسم شريف اكرامي احتياطي ليه, ده اكيد لازم يبقى يديله ثقه ويديله. ومع المنتخب برضه خد على عصام الحضري ووقف في كاس العالم طبعًا. دي خبرات يا كابتن بتبقى كبيره طبعا طبعا, كل ده بيثقل الشناوي. والحقيقه الشناوي الفتره دي غير الفتره اللي فاتت, ونرجو ان شاء الله الفترات اللي جايه في ظل ان انت عارف المكان ده الوحيد الغلطه بتاعته جون طبعا, الغلطه جون يعني طبعًا. فمحتاجين يمكن الناس كلها مباراه الاسواتيني الهدف اللي جه اتكلموا على الهدف, انا شايف ان هو مش يعني مش خطأ, الكره في نص الملعب فطبيعي ان هو بقى متقدم انها تتحط بالشكل ده, ده فيها توفيق كبير جدا, لكن وارد جدا ان يجي اهداف ويجي اهداف من اخطاء ما فيش مشكله, لكن نتداركها الفتره اللي جايه. لكن اكيد حتى الكابتن احمد ناجي قال ان اي هدف بيدخل الفريق هي غلطه الفريق. طبعا طبعا طبعا, شفتها كلام مش من الحارس, من اللي اتقطعت منه ومين التغطيه ومين ومين ومين, لكن انا بتكلم في نقطه واحده بس اللي هو الناس حملت محمد الشناوي الهدف. فانا بقول لهم الكوره كانت فين؟ في نص الملعب, في نص الملعب الحارس لازم يقف فين؟ على ال 18 طبيعي. انا برضو يا ريت زميلنا في الاعداد كابتن هاني رمزي كابتن احمد ناجي نبارك لهم برضو لان طبعا تاهلنا رسمي لبطوله الامم الافريقيه قبل طبعا ما تنتهي المباريات, حاجه كويسه جدا, وده بينعكس برضو اللعيبه اللي موجوده واللعيبه الدوليه وقبل مباراه وفاق الصيف بيأثر بشكل ايجابي جدا. لكن مستر كارترون اكيد حاطط في اعتباراته حسابات كتيره جدا قبل هذه المباراه, خاصه انه لعب في الجزائر في بطوله افريقيا وهو كان موجود مدرب مع مازيمبي. مستر كارترون يعني الحقيقه الله يكون في عونه, مباراه مهمه جدا طبعا بالنسبه لنا يعني, طبيعي النادي الاهلي يبقى في قبل نهائي, طبيعي ان اي بطوله النادي الاهلي لازم يبقى مرشح الاول ليها. مباراه اعتقد ان هو ليه كذا سيناريو في المباراه, كل انا في وجهه نظري كل دقيقه تعدي في مباراه وفاق الصيف ليها ثمن, ويكون ليها تخطيط وليها اسلوب اكيد عنده حلول ليها, لان المباراه هي اللي بتدي الحلول مش الحلول من قبل المباراه. دايما المدرب الحلول بيوجدها وهي في المباراه, لا عمره ما يبقى قاعد وعارف ان المباراه ايه اللي هيعمل ايه التغيير الاول ايه التغيير الثاني, لا هو المباراه ربنا هي ربنا كرمه وجاب هدف مبكر بالظبط بتسير بالظبط هو ده حاجه عكسيه لعيب الصاب. لكن انا بتكلم على الاسلوب اللي احنا هنروح نلعب بيه, ان احنا مش معتمدين على ان احنا كسبانين 2-0, لا يا جماعه احنا محتاجين ان احنا نحرز هدف, لان احرزنا هدف المباراه ماتت اكلينيكيا. عمرك يا كابتن وانت لعبت في الاهلي في وقت مهم جدا, عمر لعيبه النادي الاهلي ما طلعت اي مباراه ايا كانت النتيجه وكانت بتدافع على طول بتلعب جيم مفتوح بتلعب كره مفتوحه؟ يعني دي ثقافه لعيبه النادي الاهلي الحقيقه, لكن انت برضو مطالب ان لازم تكون الثقافه دي وصلت للمدير الفني. المدير الفني برضو لازم يبقى عارف هي طبعا
بيزعوا اهداف طبعا جميله. لازم المدير الفني يبقى عنده ثقافه النادي الاهلي ان هو النادي الاهلي ما بيلعبش على تعادل، ما بيلعبش على هزيمه، النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز، ولازم يبقى عنده اسلوب لعب للمباراه، مخطط اي كره اي دقيقه بتعدي هو عايز يعمل ايه. لكن احنا مش عايزين نقول ان احنا رايحين ندافع، لا احنا ان شاء الله رايحين نكسب، وخير وسيله للدفاع الهجوم اكيد طبعا. يعني احنا بنتكلم طبعا زميلنا بيقول بيعملوا بوردنج في المطار، ان شاء الله يخشوا بالسلامه، وان شاء الله مستمرين معاهم يكونوا موجودين معانا النهارده. ظل بقى يا كابتن الضغوط والبطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، بيلعب بطوله عربيه، بيلعب دوري، بيلعب كاس، بيشارك في افريقيا، وعنده اصابات قبل المباراه دي. يمكن كارتيرون النهارده جهز عدد من اللعيبه والوقت ضيق جدا في مباراه. لعيبه لما تبقى جايه من اصابه وداخله على مباراه قويه بتحتاج ايه عشان تتجهز لمباراه كبيره زي دي؟ يعني هو طبعا يعني حساسيه المباريات مهمه جدا، يعني حساسيه المباريات عموما بتبقى مهمه جدا. اللعيب دايما الجاهز اللي هو بيبقى رجله في الملعب مهم جدا عن اللعيب المصاب، لكن في لعيبه الحقيقه يعني في وجهه نظري لا بديل عنه، يعني مثلا حسام عاشور مهما يكون مصاب لكن لا لازم يرجع. دوره كبير يا كابتن. طبعا لعيب كبير، لعيب الحقيقه عارف مكانه، بقى ترمومتر الخط الوسط في النادي الاهلي. وليد سليمان من اللعيبه اللي لازم تبقى متواجده، سواء لا قدر الله في اصابه، سواء رجوع، سواء ايقاف، سواء لازم يرجع يلاقي مكانه موجود. لكن مثلا افاده جدا ان احنا نلاقي ميدو جابر رجع من اصابه، سعد سمير، صلاح محسن. مين؟ صلاح محسن. صلاح محسن برضه رجع برضه بالسبب بشكل برضه شارك النهارده. برضه بشكل كويس من اللعيبه ممكن في المباراه اللي جايه. اعتقد ان السرعات مهمه جدا. تبقى يعني في مساحات يعني. بالظبط. فاق الصيف يبقى مندفع عايز يستغل. ايوه بالظبط، السرعات مهمه جدا، زي صلاح محسن، زي ازارو، لا ممكن يعملوا لنا فرق، وفرق كبير جدا ان شاء الله. اتوقع اكيد زي ما حضرتك قلت المدير الفني مستر كارترون هيبقى مدي لعيبته تعليمات، عايزين هدف مبكر. البدايه يحب يضغط يعني بدفاع متقدم من قدام، يبين للمنافس ويعني يمتص حماس الجماهير. بعد كده المباراه طبيعي وفاق الصيف هيضغط بضغط كبير جدا، ده اللي حضرتك بتقصده، عايز بقى لعيبه النادي تستغل المساحات اللي هتكون في ظهر دفاعات وفاق الصيف. بالظبط، هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان طبيعي ان هم خسرين 2-0، فهموهم هدف بدري، لو لا قدر الله حصل وجه هدف بدري الموضوع ماتش ممكن يصعب علينا جدا. لكن محتاجين ان النادي الاهلي ينزل، لان خلي بالك ان هم برضو دي ميزه لينا احنا، ان هم نازلين في بدايه المباراه حاطين في دماغهم ان يحرزوا هدف مبكر. فاحنا لو احنا استغلينا دي وعلى هجمه مرتده او على السرعات اللي موجوده عندنا على ازار وعلى صلاح محسن، اعتقد ممكن نعمل يعني فرق كبير جدا، وممكن احنا اللي نخطف كمان والماتش يبقى سهل جدا بعد كده. كوليبالي من اللعيبه المميزه جدا، مدافع عنده اطوال كويسه، كمان بيزيد في الناحيه الهجوميه، اكيد وجوده بشكل مميز الفتره اللي فاتت اضافه كبيره للفريق. والله شوف، هو لعيب كويس يعني في وجهه نظري، يعني لعيب كويس الحقيقه، بس انا يعني ما كنتش احب ان النادي الاهلي لما يجيب لعيب محترف يجيب بساك الحقيقه، يعني نص ملعب مقبول، لكن مهاجم ماشي، لكن مساك يعني صعب قوي. حتى لو كان عندك مشكله في المساك والانديه في مصر بتغالي بشكل كبير، لا ممكن تتحل يعني. في وجهه نظري كانت ممكن تتحل. احنا انت شايف في التوقيت ده ما كنتش محتاج لمدافع؟ يعني مش عايز اقول التوقيت ده، لان احنا لو احنا ادينا فرصه لاي حد تاني كان ممكن يبقى يعني ممكن يسد الفراغ. انا بقول لكوليبالي لعيب كويس. رامي كان مصاب، نجيب كان عنده اصابه. ما انت جايب اثنين برضه، جايب الجزار ده كويس، وجايب احمد علاء تقريبا كويس. دول لو خدوا، انا مش عايز اقيمهم على كوليبالي، كوليبالي ممكن يكون مستواه اعلى. لكن انت النادي الاهلي لازم يبقى عندك كادر او لعيبه تصبر عليها، يعني سعد سمير ما بقاش سعد سمير الا لما لعب وخد فتره، محتاج يعني تديله مباريات خصوصا النادي الاهلي. يعني معلش انت يمكن في الادوار في الادوار النهائيه في افريقيا اللي هي دور اللي قبل النهائي والنهائي هو ده اللي صعب، الباقي كله بتشم هوا. في الدوري نفس الكلام، يعني ماتش او اثنين اللي هم صعبين. البطوله العربيه زي ما انت شايف، لو لعبنا الناس دي وصبرنا عليهم شويه لا الدنيا ممكن تختلف معانا. فكنا ممكن نحتاج او ممكن نجيب لعيب فيرويد او نص ملعب ممكن يعمل لنا اضافه كويسه ونقدر نبيعه ونستثمر فيه، لان انت يعني انت جايبه فري مش دافع فيه حاجه. ماشي، بس انت مش دافع، بس انت ما هو انت جبت كوليبالي اللي هو مشي ده بكام؟ الثاني اللي هو خدت حقك فيه، والفيفا كمان الثاني اللي مشي راح الصين ده اسمه ايه؟ اللي راح الصين ده انت عايزك على ايفونا؟
ايفونا بالظبط نفس الكلام يعني يعني احنا محتاجين لعيبه بالشكل ده ونكسب فيهم. لكن مساك يعني علاء تحفظ مش دافع في حاجه معلش مش دافع في حاجه. هو الولد بص يعني عشان بس هو لعيب كويس عنده مشاكل تحت شويه طبيعي يعني طبيعي يعني طبعا عنده صحيح. لكن انا بتكلم ان احنا عشان النادي الاهلي يجيب افريقي لا يعني مش مساك. حتى لو انت لسه التيم اللي لسه جايبه انت زي ما انت قلت جايب مدافعين ما جهزوش بالشكل الكبير حتى لو الفرق الاخرى مساكين اللي فيها تختلف تتفق على مستوى من الاسعار بقت موجوده بشكل كبير جدا الوقت مزنوق وده كان يمكن فكره مستر كارترون لانه كان عارف امكاناته وجبته فري ترانسفير انت جبته مجانا فبالتالي قفل لك مشكله ولو حتى مؤقته يعني هي مش مؤقتا مش هنمشيها يعني برضه عايز انقل لك فكر ماشي ما فيش مشكله لكن انا بتكلم على المبدا العام كلامك مظبوط لان انا ما بحبش النادي الاهلي يجيب لعيب افريقي يكون يعني حطين انت بقى في حته تاني في وسط اللي انت بتقول المحترفين والافريقي والحديث عن اعتبار اللاعب الشمال افريقي لاعب مصري يعني لاعب ليبيا لاعب الجزائر لاعب المغرب ما لحقش اكمل تونس تونس كارثه تونس والجزائر كارثه طبعا كارثه احنا لسه بنتكلم دلوقتي على المواهب اللي هي ندرت محتاجين اللعيبه دي تاخد فرص احنا لما نفتح كده انا في وجهه نظري ان كل الانديه مش اقل من 50% من لعيبتهم هتبقى خارج المصريين كل الانديه انا بقول لك كده 50% 50% يعني مثلا يعني مثلا في لعيبه في ليبيا لعيبه كويسه بس انا لعيبه ليبيا ممكن تاخد اقل من اللعيب المصري ويلعب انت بتتكلم انت ما انت كده خدت فرصه لعيب مصري انت فاهمني ازاي مش بتكلم على ماديا كمان طب ليه ما تقولش ان لعيب مصري يجتهد وينافس هذا اللاعب وياخد كان اللعيب المصري نفسه محترف في دوري بره بيلعب على عدد من اللعيبه ويثبت نفسه احنا مثلا احنا بنتكلم دلوقتي المواهب احنا بنسقل احنا بنقول دلوقتي في المساكين لما جبنا الاسماء اللي هي المفروض تلعب زي جزار زي احمد علاء زي اللعيبه اللي هي موجوده لازم تلعب لازم تاخد احتكاكات كتيره عشان تلعب انت دلوقتي جايبه وتقول له خش في خناقه مع لعيب تاني من شمال افريقيا ومين مين اللي يلعب الملعب هي مش خناقه يعني مثلا لكن انا بقول لك العب حتى لو انت وحش استنى عليك واصبر عليك لكن انت تعتبر كده انا في وجهه نظري انت شايف القرار ده لو اتطبق في الكره المصريه هيضر جدا 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 هو موضوع الحراس اكتر من موضوع الاربعه يشاركوا يعني انت لما تعمل قرار زي اربع فرقه يشاركوا او اربع محترفين يشاركوا يعني انت بتتكلم في 50% ده برضو شايفه ان كتير اكتر من 3 صعب كتير انت بتتكلم دلوقتي انت احنا بنتكلم دلوقتي على المواهب الكره المصريه احنا محتاجين ما حدش هيتولد موهوب عشان بس الامور تبقى واضحه ما احنا ما عندناش في للاسف في مصر ميسي يتولد كده موهوب حتى ميسي لما نزل راح الارجنتين اتثقل واتثقل بشكل كويس بشكل مدروس في برشلونه والدليل محمد صلاح تدريجيا يعني تدريجيا ما محمد صلاح لما لعب وهو ناشئ خد فرصه لعب في فرقته كتير لا اقصد الموهبه بتاخد وقت عشان تبان بالظبط هو ده اللي انا بتكلم طب وانت هتاخد تبان لما انت فتحت الاحتراف لما تبقى عندك تقدر تجيب 7-8 لعيبه من تونس من الجزائر من المغرب يبقى انت هيلعب امتى؟ وهيستفاد امتى؟ يعني لازم ثقافتنا لازم يعني تبقى في مصلحه الكره المصريه افضل من كده وطبعا المهندس انا ابو ريده قال السنه دي هنكمل بشكل حالنا لازم نكمل المسابقه زي ما بداناها ما ينفعش اجي في نص السيزون واغير قرارات ونبدا نشوف وندرس الامر ده لكن ناس كتير بتتكلم بقى في تباين وكلهم لعيبه كوره وكلهم خبرات زي حضرتك لكن انت شايفها واضحه انها كارثه وصعب جدا هتبقى ادي فتحت الباب وبعدين مش باين يا كابتن انها بعدد ولا مش بعدد لعيب شمال افريقيا لاعب محلي طب بعدد طب فاتح له العدد يعني قلنا كلهم طبعا دول محترمه وكلهم عرب وكلهم منورين الدوري المصري 2 فلسطينيين 2 سوريين ومعاهم 4 اجانب اصل في ناس تقول لك هيسروا الدوري المصري يسروا ايه بس الدول دي المميز فيهم بيحترف بره وما عندهمش كلكعه زي عندنا احنا نطلب بقى مش عارف كام مليون دولار والكلام ده لا عندهم الدنيا سهله فالمميز بيروح اللي شويه زي علي معلول زي ما انتم شايفوا كده 50-60% ازارو لما جه كان 50 بقى دلوقتي 80%
عشان بس الامور تبقى واضحه. لكن شايف معلول 50 60% معلول 50 60 لحد دلوقتي من عمره 50 ايه اللي بيعمله معلول من ساعه ما جه النادي الاهلي؟ يعني انا شايف مش اضافه يعني يعني مش قارنه بجيلبرتو يعني انت قارنه كده بقارنه بمستويات اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري مع مين؟ مستويات اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري يعني الليفل اللي موجود دلوقتي في الدوري المصري. احنا انت دلوقتي بتتكلم في اللاعب المصري ولا لعيب محترف؟ لا ما انت دلوقتي انت بتقول مثلا انت شايف انه لعيب بتاع شمال افريقيا اهو ما عندوش قيمته مثلا اللي هو محدود مثلا تمام. زي معلول قيمته اظهر ان هو وصل ل 80% لانه خد بالظبط على فكره خد بالظبط معلول يمكن بقاله سنتين عنده عروض كويسه خارجيه تمام. ولكن انت شايف ان هو المكان ده في السردباكات او يبدو فكرك انك النص الوراني ده من بعد خط الوسط بالزبط. صعب انا بقاري دماغك صعب يبقى فيها لعيب محترف. طب انا اقول لحضرتك الا لما جيب فلاتات بقى زي النهارده لعب ايمن اشرف باك ليفت مش كده؟ في فرق بينه وبين معلول ما ايمن اشرف جاي الاهلي على انه باك ليفت ما هو اساسا طلب من النادي الاهلي باك ليفت حظه بقى السيء الاصابات معلش انا بتكلم ان هو لما لعب باك ليفت سواء في الاهلي او في المنتخب في فرق ايمن اشرف لعيب كويس ويبقى عندك اثنين لعيبه كويسين يبقى وحش ولا كويس يا سيد الفاضل لعيب اثنين لعيبه كويسين ماشي لكن ده لعيب محترف كويس فاهمك لازم يبقى مختلف لازم يبقى فهمك. مختلف لازم كويس. يبقى جيلبرتو كويس في وجهه نظري عشان يجي باك ليفت النادي الاهلي او في اي نادي لازم يبقى جيلبرتو في وجهه نظري يعني. اقل من كده مش محتاجين اقل من كده شايف ان اللعيب اللي يلعب بالذات في خط الظهر او في اي حته اي بالظبط لازم يكون حاجه يعني عاليه اي اجنبي يجي يبقى مستواه مختلف تماما بالزبط. عن اللي موجودين بالظبط كده بالظبط دي فلسفتي يعني او دي وجهه نظري ممكن اكون يعني لا بالعكس انت من حقك انت راجل نجم من نادي الاهلي من حقك تقول احنا هنا عندك دي عشان احنا ايدينا بس في التدريب شويه كويس على ايدينا يعني فبقول وجهه نظري لكن برضه يا كابتن في توقيت ممكن بتتعاقد مع لاعب بيكون ده اللي موجود والمتاح سواء كان لعيب اجنبي او لعيب محلي والدليل ان فرق كتير جدا بتعاقد مع اجانب احنا 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 خدنا قصه في ازارو وفي علي معلول على نموذج ان احنا هنفتح الاحتراف لشمال افريقيا فاحنا قلنا ان اللي هنجيبه من شمال افريقيا لازم يبقى عالي يعني العالي مش هيجينا عشان هنفتح ليه طب اللي هجيبه ده هيبقى زي المستوى بتاعي يعني هجيب معلول وايمن اشرف طب انا لما ادي معلول ويفوق ويبقى كويس انا هستفاد ككره مصريه ولا مادي اشرف ايمن اشرف اللي هو يبقى ما تحسبش كده يا كابتن لا ازاي تحسب مادي لا لما ادي معلول ويستفاد ما انا فرقتي بتستفاد ما انت بتتكلم في واقع تاني فرقتك بتستفاد ما انا كده بقى همنع الاجانب كلهم بقى بس هيمشي وبعدين اللي بياخده معلول غير اللي بياخده ايمن اشرف اللي بيحب ايمن اشرف مش كده برضه مش كده لا مش بحب طبعا بحب انا بهزر معاك كلهم انا بحبه طبعا انت شايف المصلحه العامه وليك رؤيه في الكوره انا بحس انه ابني يعني متعاطف خصوصا بعد يعني الابتلاء اللي هو ربنا ادهوله لا انا يعني انا بحبه على المستوى الشخصي لكن انا بتكلم في نقطه ايه ان هو لما يبقى عندك معلول وعندك ايمن اشرف قارن بالظبط بس ابنك معلش انت ايمن اشرف لما تقول له جدد مش هيتكلم لكن معلول لا هيفاصل معاك وجهة نظرك اكيد تحترم لكن اللي اخده عنوان منك ان صعب جدا يبقى عندنا لعيبه من شمال افريقيا بتعتبر لعيبه محليه شايف ان اللعيب الاجنبي عشان تستفيد منه ما تجيبش في خط الظهر خالص تشتغل على الديفندر تشتغل على الفراوده شايف ان زياده عدد اللعيبه بيضر بالمنتخب كده النقطه دي عشان اقفلها كويسه بالزبط. تمام بالزبط. نرجع تاني لوفاق سطيف واخد منك يعني رؤيه اخيره للمباراه قبل ما اقفل معاك. يعني محتاجين ان احنا النادي الاهلي ثقافه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي ان احنا رايحين نكسب وان شاء الله احنا قادرين ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه هناك. يعني طبعا في الاعتبار ان احنا كسبانين 2-0 لكن في ارض الملعب الوضع مختلف تماما وفاق سطيف هتبقى شرسين جدا على ملعبه انا شايف من وجهه نظري في المباراه الاولانيه فوق كميه الفرص دي هم عندهم مشاكل في خط الظهر جونهم مميز عندهم حارس الحياه مميز محتاجين ان احنا يعني نستغل الخط الظهر بتاعهم شويه نقدر ان شاء الله نقدر نحرز اهداف لو احنا رحنا وخرجنا من القاهره على سطيف ان احنا رايحين نكسب ان شاء الله هنحقق نتيجه ونتيجه كويسه قوي الوقت بيخلص معاك سريعا لكن لو حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك كابتن لا خالص قلت كل حاجه النهارده كده تمام ورجعت ذكرياتك وقلت انك كنت زعلان وجاب لي اهداف حسن شحاته وجبنا لك الاهداف بالظبط ماشي مرضي مبسوط زي الفل طبعا احنا سعداء ان انت كنت مشرفنا ونورنا واكيد
كلامك عن اللاعبين في المصلحة العامة، يعني لا تقصد تقليل من أي حد، لكن أنت بتقارن بالمستويات الفنية وتتمنى أن الكل يبقى مستواه الفني عالي. أنا بتأسف جدا لأي حد جه اسمه يعني وما كانش معجبوش كلامي بالحقيقة. لا رؤية أنت ده من مش حقك. مش يعني ماليش يعني حاجة، يمكن أنا اتكلمت على مروان، ومروان كان ناشئ عندنا في بتروجيت وطالع من الناس اللي أنا بحبهم كمان يعني اللعيبة الكويسين قوي، لكن أنا بتكلم على نموذج أن هو ما بيشاركش ولعب. فأسف جدا أن حد يفهم كلامي غلط، فبتأسف. لا خالص آراء، وأنت أكيد راجل مدرب وبتحاول تقول حاجه، لان انت في الاساس يعني شايف بيتك النادي الاهلي وبتتكلم بالشكل في الاخر اللي فيه، وحتى قرار اللعيبه الشمال افريقيا ده للكره المصريه بعيدا عن النادي الاهلي. شكرا كابتن، شرفتنا ونورتنا. كابتن علاء ابراهيم الصعيدي، هو دماغه كده تركيبته كده، بيتكلم بوضوح وبصراحه وبيحب الناس تتفق مع وجهه نظره وتختلف مع وجهه نظره. الراجل قال الكلام اللي هو شايفه من وجهه نظره، صح هو قال صح هو قال غلط، حاجه تخصه هو طبعا بيشرف وينور على طول. فقره ساخنه كانت فقرتنا في الاهلي الليله، نطلع فاصل لكن اروح قبلها لزميلي محمد سعيد.